هاد المليونير البرازيلي سميتو فرانسيسكو سكاربا غيدير واحد الحاجه فهاد لا فيديو اللي ما غاتخرجش لك العقل. اش غتقول مال خونا مكلخت لهاد الدرجه؟ ولكن كمل الفيديو حتى الاخر حيت غتعرف بلي هاد السيد هذا راه ذكي بزاف. هاد السيد حط واحد البوست في فيسبوك قال لك نعم سيدي باغي يدفن السياره ديالو البنتلي في الحديقه ديال دار. عرفتي الطوموبيل اللي بغي يدفن شحال ساويه؟ نص مليون دولار. الله خوت كتبوا لي بالدراهم شحال جات؟ واش منيتو؟ واش كاين شي واحد تيدفن النعمه؟ والسبب اللي قال لك علاش هو بغى يدير هذا الشيء هو انه ملي يموت ويمشي للحياه الاخيره يلقاها تما كتعاينو ويستمتع بها. اللوجيك تمارس عليه العنف في هذه اللحظه. شكلك كتتعبني. فين هو اللوجيك؟ واش انت ميت وعاد تفكر في البنتلي؟ وقال لك الفكره جاتو من واحد الوثائق ديال الفراعنه اللي كيدفنوا معاهم الذهب واغلى الممتلكات اللي عندهم باش ملي يمشيو للاخيره يلقاو الفلوس موجوده وما يخصهم حتى خير. من بعد ما تحط هذا البوست انتشر بواحد الطريقه خرافيه في البرازيل، حيت كما كتعرفوا شي حاجه مثيره للجدل بحال هكا تيكون فيها بزاف ديال الكومونتير بزاف ديال البارطاج، وعاد باش زادوا هضروا عليه بزاف ديال المنابر الاعلاميه ما بقاش شي قنت في البرازيل ما ساقش ليه الاخبار. وعرفتوا خونا شحال جاوا ديال السبان والانتقادات من بعد ما حط داك البوست؟ راه حيت راه عادي لوجيك اخويا، راه النعمه تضيع. وكاع اللي داروا معاه زوين وما سبوش نصحوه باللي على الاقل يبيعها ويفرق على الطبقه الفقيره اللي كاينه في البرازيل. واخا انتقادات والسبان كامل اللي جاوا خونا قال لهم غندير داك الشيء اللي بغيت وما سوقي في حتى شي واحد، ولدرجه حط لهم واحد البوست فيسبوك اللي هاز واحد البالا وباللي بدا الحفير باش انه يدفن البنتلي ديالو. يعني انت موت انا ماشي سوقي غندير داك الشيء اللي بغيت. صافي خونا كمل في حلقات تيحط صور وفيديوهات بانه راه باقي تيحفر لدرجه الخوت وصل هذا الشيء للصحف العالميه. ما بقاوش غير الصحف البرازيليه وداك الشيء تيدور في البرازيل، ولا العالم كامل كينتظروا اللحظه اللي غيدفن فيها البنتلي ديالو. ولدرجه هذا المليونير عيطوا لي لواحد البرنامج تلفزيوني وجا داخل لهم بالبنتلي وقال لهم غادي نهضر لكم على الموضوع اكثر. المهم قال لهم بلي راه ما تنضحكش في هذا البلان، غندفن طوموبيلتي 100% لدرجه عطاهم التوقيت بلي 20 سبتمبر لكاع الصحف راكم معروضين باش تشوفوها بث مباشر وانا كندفن في البنتلي الحبيبه ديالي. المهم جا نهار الجمعه، الحفره واجده، البنتلي محطوطه، الصحف جاو من جميع انحاء العالم باش يوثقوا القضيه. من بعد ما دخلوا البنتلي في الحفره ويا لا باغيين يدفنوها، سكاربا نقص قال لهم حبسوا الدفين وبغيت كاع هاد الحاضرين والصحفه اللي كاينين يدخلوا معايا للدار. هنا كيبان لك بلي سكاربا مخبي شي حاجه على هاد الناس كاملين. هذا ما هو هذا، ايوا ما عندي ما نسالك الحبيب ديالي، ما عندي ما نسالك. من بعد ما دخل الصحافه كاملين عنده للدار قال لهم باللي كاينين بزاف ديال الناس دابا كيعاتبوني حيت انا باغي ندفن طوموبيلتي اللي كتسوى نص مليون ديال الدولار، ولكن في الحقيقه الناس ملي كيموتوا كيدفنوا معاهم شي حاجه اللي غلا واكثر من البنتلي ديالي. الناس كتدفن معاها القلب ديالها، الريه ديالها، الكلاوي ديالها وحتى عينيها. قال لهم باللي راه كاينين الناس مرات بزاف وكينتظروا غير وقيته باش انه يجيهم شي عضو باش انهم يقدروا يكملوا حياتهم عادي، وتجي انت في الاخر تدفن راسك غير هكاك. قال لهم هذه هي اكبر خساره في العالم كامل، اما الطوموبيله ديالي البنتلي راه ما عندهاش كاع القيمه قدام هاد الاعضاء اللي يقدروا البشر. صافي خونا بسال الكلام ديالو قال لهم انا من اليوم متبرع بكاع الاعضاء ديالي، لا كنتي معايا قولوا لعائلتك والاصدقاء ديالك. وهكا تيكون بين سكاربا بلي هادشي كامل اللي دار كانت واحد الحمله خيريه اللي كتنصح الناس انهم يتبرعوا بالاعضاء ديالهم قبل ما يموتوا. وبصح كانت هذه هي انجح حمله تبرع بالاعضاء في العالم كامل، حيت كما كتعرفوا انتشرت بواحد الطريقه اللي فيروسيه بزاف، وكاع داك الناس اللي كانوا كينتقدوه وكيسبوا سكاربا في الاول ولاو دابا معاه وكيشكروا على هذا العمل الزوين اللي دار. والجهات الصحيه ديال البرازيل علنات بلي جاوا بزاف ديال الناس اللي تبرعوا بالاعضاء ديالهم من بعد ما شافوا هذه الحمله هذه. حتى الاعلاميين خرجوا بزاف منهم اللي علموا الناس باللي حتى هما راه غادي يتبرعوا بالاعضاء ديالهم. السؤال لكم، واش تقدر انك تبرع بالاعضاء ديالك كامله قبل ما تموت؟ حيت كاين علماء ديال الدين اللي تيقول لك يجوز انك تبرع بالاعضاء ديالك، وكاينين واحد اخرين تيقول لك باللي حرام. اش بان لكم في هذا البلان؟ اكتبوا لي في الكومونتير، ما تنساوش ديروا واحد الفولو واحد اللايك وتهلاو، نشوفكم في الفيديوهات واحد اخر.